السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتي الأعزاء. إذا الآن إن شاء الله بإذن الله عز وجل مع درس جديد، في وهو الدرس الرابع في المقرر الدراسي تحت عنوان الأعداد الصحيحة الملايين والملايير، قراءة كتابة مقارنة وترتيبا. لمليون اي لمليار، ليكتور اكريتور كومباريزون اي رانجمون. إذا الآن تلامذتي الأعزاء، مع الأهداف التعلمية، يعني الأهداف التي يجب تحقيقها خلال هذا الدرس. يقرأ ويكتب ويفكك ويقارن ويرتب الأعداد الكبيرة، يعني هنا يجب أن يكون التلميذ قادرا على قراءة وكتابة وتفكيك ومقارنة وترتيب الأعداد الكبيرة. إذا الأعداد الكبيرة هنا نقصد الملايين والملايير. إذن في الدرس السابق كنا قد تعرفنا على الأعداد الصغيرة، وهي الأعداد من 0 إلى 999,999، يعني كان لدينا فقط فصلين، فصل الوحدات البسيطة وفصل الآلاف. إذن ليغ، إكريتور، دي كومبوزي، كومباري، إيرانجي، لي غران نومبر، لي مليون إي لي مليار. إذن الآن مع وضعية الانطلاق. إذن لاحظوا جيدا تلامذتي الأعزاء الوضعية التالية. يقطع الضوء العدد التالي وهو 299,792,458 مترا في الثانية، هي المسافة. هذا العدد هو المسافة، أو هي المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية. إذن لاحظوا جيدا العدد، وذلك للإجابة على الأسئلة التالية. إذن أولا أستعين بجدول العد لتحديد فصول العدد. إذن هنا العدد يتكون من عدة فصول، إذن يجب أن نحدد هذه الفصول ونسميها. ثانيا أكتب العدد بكيفية تسهل قراءته. إذن كما تلاحظون هنا العدد يصعب علينا قراءته، إذن يجب أن نكتبه بكيفية تسهل قراءته. ثالثا نجيب على السؤال التالي، وهو ماذا تمثل كل من الأرقام التالية؟ إذن ماذا يمثل الرقم 7 هنا؟ وكذلك ماذا يمثل الرقم 5؟ وماذا يمثل الرقم 8؟ وماذا يمثل الرقم 9؟ إذن هنا كما تلاحظون لدي 9 تتكرر مرات. إذن ماذا يمثل هذا الرقم في العدد؟ بعد ذلك نقوم بتحديد الأرقام التالية. إذن نقوم بتحديد رقم عشرات الآلاف انطلاقا من هذا العدد. إذن هذا العدد هو المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية. نحدد رقم عشرات الآلاف. بعد ذلك نقوم بتحديد عشرات الملايين. نقوم بتحديد كذلك رقم مئات الملايين. وبعد ذلك نقوم بتحديد أقرب عدد إلى هذه المسافة، معبرا عنها بمئات الملايين، عشرات الملايين، وحدات الملايين، مئات الآلاف. إذا الآن، إذا تلامذتي الأعزاء، سأترك لكم مهلة للتفكير، وبعد ذلك نقوم بمعالجة ومناقشة هذه الوضعية وشرحها على الشكل الصحيح. إذا تلامذتي الأعزاء، الآن بعد الإجابة عن هذه الأسئلة سننتقل إلى مناقشتها وتصحيح الخاطئ منها. إذا الآن مع المناقشة. إذا أولا تلامذتي الأعزاء، وهو تمثيل العدد. إذا يجب أن نقوم بتمثيل العدد في جدول العد كما تعرفنا في الدرس الأول من المقرر الدراسي، هو الأعداد الصغيرة، وذلك قصد تعرفي على فصول العدد. إذا نقوم بتمثيل العدد التالي، وهو المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية. إذا هذا العدد الذي تعرفنا عليه في وضعية الانطلاق، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية. إذا نقوم بتمثيل هذا العدد في جدول العد للمساعدة على تعرف فصوله وتحديد قيمة كل من الأرقام المكونة له. إذا الآن تلامذتي الأعزاء مع جدول العد. إذا لاحظوا جيدا جدول العد تلامذتي الأعزاء. إذا كما تلاحظون
العدد يتكون من 9 أرقام وليس 6 أرقام. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. كذلك جدول العدد يجب أن يتكون من 9 أرقام. حسناً، إذن كما تلاحظون أن جدول العدد هنا يتكون من 3 فصول. إذن الفصل الأول هو فصل الوحدات البسيطة كما تعرفنا سابقاً. الفصل الثاني وهو فصل الآلاف، والفصل الثالث وهو الذي سنتعرف عليه الآن وهو فصل الملايين. إذن سابقا كنا تعرفنا فقط أو وصلنا فقط إلى فصل الآلاف، إذن الآن قمنا بإضافة فصل الملايين. وفصل الملايين يتكون بظهوره أيضا من وحدات الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين كما في فصل الآلاف وفي فصل الوحدات البسيطة. إذن الآن سأقوم بتمثيل هذا العدد وذلك بتحديد فصله. إذن لتحديد فصول هذا العدد وكيفية تمثيله على الجدول نبدأ دائما بالعدد وهو العدد التالي 2، 9، 9، 7، 9، 2، 4، 5، 8. إذن لتحديد أو لتمثيل هذا العدد في جدول العدد نبدأ من أقصى اليمين. إذن نبدأ دائما من أقصى اليمين وبعد ذلك نقوم بتمثيل العدد في الجدول. إذن أقصى اليمين هنا يوجد لدي الرقم 8، إذن أقوم بوضع 8 وبعد ذلك يليه الرقم 5 بعد ذلك الرقم 4. إذن الآن كما تلاحظون لقد انتهيت الآن من فصل الوحدات البسيطة. إذن الفصل الذي يمثل فصل الوحدات البسيطة في هذا العدد وهو العدد 458. ثم أكمل التمثيل، بعد ذلك يأتي الرقم 2 ثم الرقم 9 ثم الرقم 7. إذا الآن قمت بملء فصل الآلاف. إذا فصل الآلاف هنا يمثل العدد التالي وهو العدد 792,000. ثم أكمل التمثيل، 9، 9، 2. إذا الآن قمت بتمثيل الفصل الأخير وهو فصل الملايين. إذا العدد الذي يمثله هنا فصل الملايين وهو العدد 299,000,000. إذا هذا العدد يقرأ 299,000,000. أما العدد الذي يمثل فصل الملايين وهو العدد 299,000,000. إذا الآن يجب أن نتعرف على هذه الفصول. إذا نبدأ أولا بفصل الوحدات البسيطة. إذا فصل الوحدات البسيطة يتكون من وحدات وعشرات ومئات. إذا 8 يمثل وحدات، 5 يمثل عشرات، و4 يمثل مئات. كذلك ننتقل إلى فصل الآلاف كما تعرفنا سابقا. 2 يمثل وحدات الآلاف، 9 يمثل عشرات الآلاف، و7 يمثل مئات الآلاف. إذن هذا فيما يخص فصل الآلاف. بنفس الطريقة لدينا فصل الملايين. إذن فصل الملايين هناك كذلك سميت الأجزاء يتكون من وحدات الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. إذن هنا 9 يمثل وحدات الملايين، و9 الثانية تمثل عشرات الملايين، و2 تمثل مئات الملايين. إذن هذا العدد التالي تلاميذ الأعزاء يقرأ على الشكل التالي: 299,000,000، و792,000,000، و458. إذن تلاحظون أن هذا العدد يتكون من 3 فصول: فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، عكس الدرس الأول الذي رأيناه وكان فقط يتكون من فصلين وهو فصل الوحدات البسيطة وفصل الآلاف. إذن هكذا تلاميذ الأعزاء نقوم بتمثيل العدد في جدول العد، وذلك نبدأ من أقصى اليمين أي نبدأ من فصل الوحدات البسيطة، بعد ذلك فصل الآلاف، وبعد ذلك فصل الملايين. إذن تمثيل هذا العدد ذلك للتعرف فقط على فصوله، إن أي فصل من أي فصل يتكون هذا العدد. إذن كما لاحظنا يتكون من 3 فصول، أعيد: فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، وفصل الملايين. حسن جدا. إذن الآن تلاميذ الأعزاء سننتقل إلى معداد دوسيقا. إذن سنقوم بتمثيل العدد بمعداد في معداد دوسيقا. إذن بالضبط كما تعرفنا في درس الأعداد الصغيرة حيث قمنا بتمثيل الأعداد أو العدد في معداد دوسيقا، إذن بنفس الطريقة هنا سأقوم بتمثيل العدد في معداد دوسيقا. إذن كما تلاحظون أن العدد يتكون من كم؟ من ساق واحد. المعداد يتكون من كم من ساق؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. إذا لدي 9 سيقان، وهذه 9 سيقان تقابل 9
أرقام. إذا العدد هنا يتكون من 9 أرقام. إذا الثلاث سيقان الأولى وتمثل فصل الوحدات البسيطة، الثلاث سيقان الثانية تمثل فصل الآلاف، والثلاث سيقان الأخيرة تمثل فصل الملايين. إذا هذا فصل الوحدات البسيطة. إذن فصل الوحدات البسيطة يتكون من ثلاثة سيقان، الساق الأولى تمثل وحدات، الساق الثانية تمثل عشرات، والثالثة تمثل مئات. إذن بالضبط كما تعرفنا في الدرس الأعداد الصغيرة. إذن الساق الأولى تمثل وحدات، إذن لدينا رقم ثمانية يمثل وحدات، إذن أملأ الساق بثمانية كرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن العدد الساق الثاني يمثل عشرات، إذا الرقم خمسة يمثل عشرات، إذا أملأه بخمس كرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وهكذا. والمئات أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا أما فصل الثاني فيمثل فصل الآلاف، إذا بالضبط كما رأينا في جدول العد. إذا الرقم اثنان يمثل وحدات الآلاف، وحدات الآلاف. الرقم تسعة يمثل عشرات آلاف، والرقم سبعة يمثل مئات الألف. إذن اثنان هنا أملأ الساق بكريتين لأن فقط لدي اثنان، هنا لدي تسعة، إذن أقوم بملء الساق بتسعة كرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. بنفس الطريقة أملأ ساق المئات وهو يمثل مئات الآلاف بسبع كرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذن الآن ننتقل للفصل الأخير كما قلنا في جدول العد، وهو فصل الملايين. إذن فصل الملايين كما تعرفنا تلامذتي الأعزاء في جدول العد يتكون أيضا من وحدات الملايين، عشرات الملايين، ومئات الملايين. إذن هنا تسعة يمثل وحدات الملايين، إذن أمثل الساق أو أملأ الساق بتسعة كرات، بتسع كرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذن الساق الثانية كذلك لدي الرقم تسعة ويمثل عشرات الملايين، إذن أملأه بتسعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. بنفس الطريقة أملأ ساق مئات الملايين باثنان لأن لدي الرقم فقط وهو اثنان. إذن هكذا تلامذتي الأعزاء أقوم بتمثيل العدد في معداد دوسيقان. إذن معداد دوسيقان أو جدول العد، إذن نقوم بتمثيلهم بنفس الطريقة.